ونتحدث أكثر مشاهدينا حول أسواق العملات. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور، أهلا بك. أهلا وسهلا. نبدأ بالحديث عن التراجعات التي شهدناها في اليورو مقابل الدولار. هبطنا دون مستويات الدولار 34، اقتربنا من عتبة الدولار 33. تصريحات دراغي الأسبوع الماضي تؤكد بأن هناك دايفيرجنس ما بين السياسة النقدية في أمريكا والبنك المركزي الأوروبي، وبدأ الحديث فعلا عن التيسير الكمي، يعني ذكرها عدة مرات في المؤتمر الصحفي. هل تعتقد بأن الأسواق الآن احتسبت بشكل كلي بأن الإي سي بي سيقدم على نوع من التيسير الكمي خلال هذا العام؟ كما حصل في السابق، المزيد من الحديث أو على الأقل نجح البنك المركزي أو ماريو دراغي بتخفيض سعر اليورو من حوالي 1.40 وصلنا إلى حوالي 33. الآن لا يمكن أن سيكون هناك في حديث عن المزيد من الإجراءات، كما حصل أنه تارجت LTRO QE وما غيرها من الأمور وMBS أو المورج باك سيكوريتيز، لكن إلى الآن لم توجد هناك أي إشارات واضحة بأنه سيتم تنفيذ ذلك. طبعا الحديث من جديد هو نجح بتخفيض سعر صرف اليورو دون اللجوء إلى أي إجراء جديد، على الأقل شهدنا تخفيض أسعار الفائدة على الودائع، هذا ما أدى فعلا إلى تخفيض اليورو. فيما لو تم الحديث من جديد أو هل بالفعل سيقوم البنك المركزي بمزيد من الإجراءات، عندها من الممكن أن نعود ونشهد نوع من الارتفاع باليورو كما حصل بالـ LTRO الأول والـ LTRO الثاني، وأيضا المزيد من التيسير الكمي الذي حصل خلال الفترة الماضية، لأنه الأسواق تحتسب بالفعل هل سيقوم البنك المركزي، وهي بالفعل احتسبته في ذلك، لكن ما هو الإجراء التالي؟ الإجراء التالي في الغالب ما سيكون تيسير كمي، لأنه لا يوجد لدينا أي شيء آخر، أو أن يكون هناك في تخفيض للفائدة من جديد. الآن هي عن 0.15، ممكن أن يتم تخفيضها إلى حوالي 0.10%، لكن لن تكون بهذا الإفكت بالشيء يعني الكبير. العوائد على السندات الألمانية للسنتين بالنيجاتيف بالسالب. صحيح. يعني صحيح. بغض النظر عن العوائد، إذا بنأخذ حتى الديفرنشل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا أيضا لا زالت ضد اليورو بأكبر شكل أو بشكل أكبر، لكن على المدى الطويل لازالت بالنظر إلى كل ما حصل من LTRO والQE3 والQE وكل الذي حصل في المملكة في الاتحاد الأوروبي، كانت معظم الأحيان الموني سبلاي تدعم اليورو وليست العكس. لكن هل هو بالفعل ضعف باليورو أم قوة بالدولار؟ هي شيئين متوازيين. أكثر شيء ضعف باليورو بسبب الأرقام الاقتصادية التي شهدناها، والآن الشيء الأكبر أنه ألمانيا بدأت تحس بالسانكشنز أو بدأت تحس بالضعف الحاصل من السانكشنز أو من العقوبات الحاصلة على روسيا، وهذا الذي شهدناه من الاندستريال برودكشن او الانتاج الصناعي، وايضا طلبات المصانع انخفضت على عكس التوقعات تماما. فنوعا ما هذه ستلعب الدور الاكبر سياسي واقتصادي من جديد باليورو، اكثر ما انها ستكون اكثر من ارقام اقتصاديه. وبالفعل شهدنا مؤشر الداكس الالماني يهبط حوالي 10% من المستويات القياسيه في نهايه يونيو حزيران الماضي. ننتقل الى انجلترا والى البنك المركزي البريطاني. بنك انجلترا سيصدر تقرير الفصل عن التضخم هذا الاسبوع يوم الاربعاء اذا لم تخني الذاكره. صحيح. وايضا هناك بيانات عن سوق البطاله والعمل في بريطانيا. البيانات الاخيره كانت تشير الى بعض الارتفاعات في مستويات التضخم، ولكن من جهة أخرى النمو في الويجز أو في الرواتب والأجور كان ضعيفا جدا، مما لا يبشر أو ينذر باستمرار مستويات التضخم على المدى المتوسط. فبالتالي هل تعتقد بأن أحداث هذا الأسبوع قد تكون سلبية على الجنيه الاسترليني الذي يبقى دون الدولار 68؟ نعم، نوعا ما هناك أولا التقرير الوظائف التوقعات في الوقت الحالي هي تعتبر إيجابية، يعني عندنا الامبلومنت تشينج التوقعات تشير لها نوع أو عفوا الامبلومنت تشينج توقعات تشير لحوالي ناقص 27,000 أو انخفاض البطالة، هذا من جهة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 6.4، هذا يعتبر إيجابي، لكن الأفرج أورلي أرنجز أو الأفرج أرنجز هي الشيء المقلق نوعا ما. فيما لو أتت الأرقام كما توقعت اللي هي حوالي ناقص 10%، هذا الشيء سيقلل لكن لن ينهي بالنهاية أنه سنشهد نوع من الانخفاض أو برفع أسعار الفائدة من جديد، لأنه ممكن أن يكون هذا الانخفاض وقتي كما حصل معنا بالتضخم. أيضا شهدنا ارتفاعات كبيرة جدا بالتضخم، بعدين شهدنا نوع من الانخفاض التدريجي، الآن حتى الارتفاع بأسعار التضخم هو المقلق أكثر، لأنه إذا بنيجي نأخذ عملية طرح ما بين الانفليشن والويجز اللي هي 1.3، إلى الآن لازال الانفليشن أعلى. في القراءة الأخيرة للتضخم أشارت إلى بعض الهدوء. بالتأكيد. يعني عن المستويات الأعلى. نعم. شهدنا عمل ارتفاع 1.9 من أصل 1.6، لكن تعود لارتفاع أسعار. ولكن السؤال نور الدين، يعني هناك بريطانيا تتجه إلى تشديد السياسة النقدية، هناك رفع وزيادة قادمة في نسب الفائدة، لكن السؤال بحسب البيانات الحالية وهذا الأسبوع، هل تعتقد بأنه لن نشهد رفع نسب فائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام؟
في الغالب لا نعتقد انه سيتم ذلك، لانه في سبب مهم جدا. لندن لدينا في فقاعة بسوق العقار، وهذا باعتراف البنك المركزي. فالبنك المركزي في الغالب ما سيلعب على وتر قيمة العملة من جديد، اللي هي كما قام بها منذ بداية العام الحالي. رفع قيمة العملة أدت بالفعل إلى تخفيض معدل التضخم، وهذا في الغالب ما سيستمر. أما عملية رفع الآن أسعار الفائدة، في الغالب ما سينتظر أولا نشهد مرة أخرى أسعار الإسكان تعود للانخفاض بعد الإجراءات التي قام بها بأنه تخفيض الإقراض أو بشروط أقسى من الماضي. هذا الشيء الذي سيلعب دور، لكن رفع أسعار الفائدة في العام الحالي لا أعتقد أنهم قادرين، لأنه فيما لو سيتم رفع أسعار الفائدة الآن سيكون هناك لدينا انخفاض حاد أو ممكن أن يكون هناك في فقاعة أو الفقاعة أن تنفجر في لندن على الأقل. نذهب خارج لندن لا يوجد هناك فقاعة بالنسبة للعقارات سستينبل بالتأكيد. نعم، شكرا لك نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities على وجودك. شكرا جزيلا. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده الأسواق العربية وفيه